مشاهدينا الكرام، مساء الخير. ربنا يا رب يسعد ايامكم كلها بالخير والسعاده والنماء والارتقاء. حلقه جديده وحصاد جديد يبتدي معكم دلوقتي مشاهدينا الكرام، وزي ما احنا دايما متعودين معاكم نبتدي حلقتنا بمجموعه الاخبار. النهارده زميلنا محمد الريس هيقرا هذه الاخبار ونعود اليكم مره اخرى للتعقيب عليها. السيسي يشهد حفل تخريج الدفعة 67 بحرية و44 دفاع جوي. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخريج الدفعة 67 بحرية والدفعة 44 دفاع جوي بمقر الكلية البحرية بالإسكندرية، وذلك بحضور الفريق أول صدقي صبح القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق عبد المنعم التراس قائد قوات الدفاع الجوي والفريق أسامة منير ربيع قائد القوات البحرية ومدير الكليتين البحرية والدفاع الجوي وعدد من الوزراء وأهالي الخريجين. ويعتبر تخريج دفعتي الكليتين معا تقليدا جديدا، والذي يطبق لأول مرة على الدفعة 67 بحرية دفعة الفريق سعد الدين الشاذلي والدفعة 44 دفاع جوي. انطلاق الاجتماع 24 لوزراء حوض النيل في أوغندا. انطلق صباح اليوم في مدينة كمبالا بأوغندا الاجتماع 24 لمجلس وزراء دول حوض النيل لمناقشة العديد من الموضوعات، منها أطلس حوض النيل الذي يجري إعداده لدراسة التحليل الاستراتيجي لحوض النيل وحساب الميزان المائي بدول الحوض. كانت مصر قد جمدت مشاركتها في أنشطة مبادرة حوض النيل عام 2011 إثر التوقيع المنفرد لستة من دول الحوض على مسودة الاتفاقية الإطارية التي اعترضت على بعض بنودها، كل من مصر والسودان، مع المشاركة فقط في اجتماعات مجلس وزراء دول حوض النيل التي تعقد بشكل سنوي بهدف إثبات الموقف المصري القانوني من تلك المبادرة ومن الخطوة الأحادية التي اتخذتها الدول بالتوقيع على مسودة الاتفاقية. شركة لتطوير مدينة الروبيكي برأس مال 200 مليون جنيه. أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الفترة القادمة سيتم إنشاء شركة لإدارة وتطوير مشروع الروبيكي من قبل عدة جهات هي وزارة التجارة والصناعة وبنك الاستثمار ومحافظة القاهرة. وأضاف الوزير خلال الجولة التفقدية التي قام بها بمنطقة الروبيكي اليوم أن دور الشركة إدارة المدينة وتجهيز الماكينات والآلات، وسيكون لها مجلس إدارة من عدة جهات برأس مال 200 مليون جنيه وستصل إلى 4 مليارات جنيه. عمليات تتبع حوت مارينا تنتهي غدا وغرفة تلقي البلاغات مستمرة. أكد المهندس محمد عيسوي مدير محميات المنطقة الشمالية أن عمليات التتبع ورصد حوت مارينا تنتهي اليوم الخميس أو صباح غد الجمعة على أقصى تقدير. وأضاف أن غرفة عمليات الوزارة وغرفة محميات المنطقة الشمالية ستواصلان تلقي البلاغات الجادة والموثقة، وأنه من المتوقع نفوق الحوت أو توجهه لأعالي البحار، موضحا أن نفوقه من الاحتمالات الواردة والتي يمكن حدوثها في أي وقت، وحال حدوث ذلك فإن الوزارة لديها معداتها التي تستطيع من خلالها أخذ عينات من جسده وتحليلها للتعرف على أسباب نفوقه. شكرا لزميلنا محمد الرئيس على هذا الاستعراض السريع لمجموعة الأخبار أو لأهم أخبار موجودة عندنا النهاردة. هنبدأ مما بدأ منه محمد الرئيس. عندنا العنوان بيقول السيسي بيشهد حفل تخريج الدفعة 67 بحرية و44 دفاع جوي. طبعا التفاصيل استعرضها علينا زميلنا، لكن طبعا لدينا الكثير من المعلومات هنعرفها دلوقتي من سيادة اللواء أركان حرب طيار هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا. سيادة اللواء مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم حضرتك والسادة المشاهدين. أهلا وسهلا يا فندم بحضرتك. إحنا عندنا النهاردة أو بنشهد دلوقتي تخريج الدفعة 44 دفاع جوي و67 بحرية.
هذه الدفعه هتكون يعني مدى اضافتها ل يعني هذا المعترك بتاعنا. طبعا زي ما حضرتك عارف احنا كل يوم عندنا اولادنا كل يوم بيشرفونا في هذه الاماكن المهمه جدا. اهميه هذه الدفعه يا فندم، ولدينا بعد كده بقى باقي الاسئله. هو طبعا اهميه هذه الدفعتين دول والدفعات كمان اللي تخرج من الكليات والمعاهد العسكريه على اختلاف مسمياتها وتخصصاتها، انها طبعا بتضخ دماء جديده بصفه دوريه الى شرايين القوات المسلحه. نعم. ودي نقطه مهمه جدا، لان جيل بيسلم جيل، وكل جيل بيدي الجيل اللي وراه خبراته اللي هو يعني بيبدا منها ويبني عليها. والدفعات الجديده دي زي ما شفنا يمكن في التخرج في يعني بصمه تكنولوجيه عاليه جدا على اسلوب التدريب. ودي طبيعه القوات المسلحه انها بتطور باستمرار من الاساليب وادوات التدريب طبقا للتكنولوجيا اللي موجوده، وبتستخدم اعلى تكنولوجيا موجوده في العالم. وشفنا النهارده يمكن المسترال موجوده وبتشارك، وهي جايه بقالها يعني اسابيع قليله. دي طبيعه الدفعات اللي بتتخرج، لان برضو العامل التكنولوجي في الحرب والثوره في الشؤون العسكريه يعني القوات المسلحه بتراعيها جدا في كل انشطتها التدريبيه. فدي يعني خصوصيه عاليه جدا موجوده في الدفعات اللي بتتخرج. نتمنى ان شاء الله ان بقيه الدفعات تتخرج على خير وتكون دعم جامد جدا للقوات المسلحه والمصري ان شاء الله. ان شاء الله. سياده اللواء، احنا عندنا يعني يمكن احنا بيتهيأ لنا ان دي اول مره، مش عارفه هل ده بالفعل شيء مصادفه ولا ايه يعني ظروف هذا الشيء، انه تخريج دفعه بحريه مع دفعه دفاع جوي الاثنين بيتخرجوا مع بعض. هل دي مصادفه عاديه ولا ليها قراءه اخرى سياده اللواء؟ لا، دايما حضرتك عارفه ان في تعاون عالي جدا ما بين الاسلحه وبعضها وما بين الكليات وبعضها، يمكن ده احيانا ما بيبانش للمدنيين، لكن هو موجود جوه القوات المسلحه انها بتعمل كل الكليات والمعاهد العسكريه والاسلحه على اختلاف انواعها وتخصصاتها كمنظومه متكامله، لان دي طبيعه الحرب انها اشتراك جميع الاسلحه فيما يعرف بمعركه الاسلحه المشتركه. فكون ان كليتين ينضموا مع بعض ويتخرجوا مع بعض دي هي يمكن ما شفناهوش قبل كده كمدنيين، لكن هو كان الحقيقه يعني بيعبر عن روح التعاون العالي جدا سواء في التدريب وايضا في التخرج. نعم. لو جينا اتكلمنا عن الروح بقى يا فندم سياده اللواء، احنا عندنا الروح القتاليه للجندي المصري في كل الميادين، الحمد لله يا رب ربنا يديمها علينا كلنا نعمه، روح لا تضاهيها ولا تتماثل مع اي جندي اخر. اهميه التدريب يا فندم، ايه يعني التدريب اللي بيتم دلوقتي او اللي بيتحصل عليه الجندي المصري، هل هو الدعم الاساسي لهذه الطاقه الشرسه عند الجندي المصري ولا ايه بالظبط يعني؟ هو طبعا التدريب احد العناصر الهامه جدا، والتدريب في القوات المسلحه لا يتوقف، مستمر باستمرار طول السنه وطول العام التدريبي على كافه المستويات، وطبعا في الاكاديميات والكليات العسكريه والمعاهد ده اساسي. نعم. التدريب زي ما قلت لحضرتك قبل كده يعني بيراعي جدا المعايير التكنولوجيه، ودايما النقطه بقى المتفرد بها الجيش المصري الروح. الروح القتاليه العاليه بتنتقل جيل بعد جيل. يعني الحقيقه انا هرجع كده مش بالتاريخ البعيد قوي ال 73، الجيل ال 73 الحقيقه يعني انا في تقديري انه عمل ثلاث بطولات مش بطوله واحده. البطوله الاولانيه انه عدى القوات المسلحه للحرب، البطولة الثانية انه حارب وانتصر في 73، البطولة الثالثة بقى دي المهمة جدا ان انا بحب القي الضوء عليها، انه نقل خبراته القتالية الى الاجيال اللي بعده بصورة علمية ومحترفة وموثقة. نعم. والاجيال جيل بعد جيل حط البصمة التكنولوجية عليها ونقلها بروحها القتالية الى الاجيال اللي بعديه. نعم. ودي اللي بتخلي القوات المسلحة تبان بهذا المستوى المحترف في كل التدريبات المشتركه، حتى اللي مع الدول العظمى بنشترك معها في تدريبات زي روسيا، وقبل كده كان في النجم الساطع، ومع الصين ومع فرنسا ومع انجلترا. فدي الروح دي منقوله جيل بعد جيل الحقيقه، وبتستوعب التكنولوجيا اللي موجوده مع وجود الروح دي وتنميها باستمرار ان شاء الله. نعم.
بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء أركان حرب طيار هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا. شكرا يا فندم لحضرتك. الحقيقة زي ما قال سيادة اللواء أن الروح القتالية لدى الجندي المصري هي متميزة ومتفردة بالفعل، وأن هو بطل. مثلا لو أخذنا نموذج وهو حرب 73، البطولة هنا مضروبة في 3، وممكن إحنا نضيف عليها أيضا بطولات أخرى، لأن الخلق اللي بيتمتع به الجندي المصري هو أيضا من ضمن أيضا نبراس البطولة اللي احنا لازم نرتكز عليه أيضا. فالحمد لله ان احنا عندنا هذا النموذج من جنود أوطاننا البواسل، والنموذج القدوة الحقيقة مش بس في ساحة الميدان، هما قدوة لنا كلنا كمواطنين. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. عندنا بعد كده في الخبر الثاني العنوان بيقول النائب العام يقرر حبس كل المتورطين في فساد القمح. قرر المستشار نبيل صادق النائب العام حبس جميع المتورطين في التلاعب بكميات الأقماح المحلية من أصحاب الصوامع والشون وأعضاء اللجان أيضا كمان على تسليمها، كما قرر في بيان الخميس ضبط وإحضار الهاربين المذكورين وإدراج أسماء المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وأوصى البيان بمنع المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم القُصر مؤقتا من التصرف في أموالهم وإدارتها، وشدد على وقف صرف أي مستحقات لأصحاب الصوامع مرتكبي هذه الجرائم وتكليف الجهات المسؤولة عن صرف قيمة تلك الأقماح بتنفيذه. طيب على التليفون دلوقتي أستاذ محمود عبد الراضي نائب رئيس قسم الحوادث بجريدة اليوم السابع. أستاذ محمود مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. هذا الخبر اللي هو عنوانه بيقول أن النائب العام بيقرر حبس كل المتورطين في فساد القمح، عدد المتورطين قد إيه يا فندم؟ وإيجابية هذا الخبر حضرتك شايفها إزاي؟ يعني يا فندم للأسف قضايا الفساد في قصة القمح قضايا كبيرة جدا، والأعداد أعداد كبيرة جدا، لأن الأجهزة الرقابية خلال الأيام الماضية ضبطت العديد من القضايا في جميع المحافظات الجمهورية. كانوا هناك مسؤولين متورطين في هذه القضايا الفساد والتلاعب برصيد القمح للاستيلاء على أموال الدعم. للأسف عندنا أعداد ضخمة من المسؤولين وأعداد ضخمة من أصحاب هذه الصوامع متورطين في مثل هذه القضية. إحنا يعني بنؤكد إن ده جهد مشكور من النيابة العامة ومن النائب العام المحامي العام للشعب والمدافع دائما عن الشعب المصري وعن حقوقه وواجباته، وده خبر أخير حقوق المصريين يؤكد إن مصر دولة قانون وإن لا أحد فوق القانون، وأنه لا مكان للفساد، كما يعني أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن الفترة المقبلة سيتم محاربة الفساد بكل قوة، وأنه لن يسمح أبدا بالتلاعب في حقوق المواطنين خاصة البسطاء من الناس. أتوقع أن الفترة المقبلة ستشهد عمليات ضبط للعديد من المتهمين الوارد أسمائهم في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة اللي لسه ما تمش ضبطهم. أستاذ محمود هناك عدد منهم تم ضبطه بالفعل، وهناك عدد آخر صدر له قرارات ضبط وإحضار والأجهزة الأمنية بصدد البحث عنهم. كمان يعني زي ما حضرتك تفضلتي هناك يعني تعليمات واضحة في منع هؤلاء الأشخاص من السفر لضمان عدم مغادرتهم للبلاد، مش كده وبس، ولكن أيضا التحفظ على أموالهم حتى أموال زوجاتهم وأموال أسرهم. تتحرك هائل من مؤسسات الدولة يؤكد أن احنا دولة قوية، دولة بتحترم القانون، يؤكد أن الدولة تلفظ الفساد، وأنه بعد ثورتين شهدتهم مصر خلال الفترة الماضية لا مكان للفساد ولا مكان للمفسدين. يعني أتوقع أن الفترة المقبلة ستكون أكثر ردعا، ستكون أكثر ردعا لمن تصول له نفسه تكرار مثل هذه الجرائم في ظل وجود أجهزة رقابية قوية، في ظل وجود نيابة عامة قوية ونائب عام محترم يعني بذل جهد كبير في هذه القضية، في ظل وجود رئيس دولة قوي يحاول إعلاء دولة القانون.
نعم، ما يلي طبعا يعني كل هذه الإجراءات أو الشيء المهم أيضا كمان أستاذ محمود، وهو الرقابة الدقيقة، يعني حتى كمان أن نحمي من في قلبه مرض. يعني في ناس بتخاف من القانون لكن ما بتخافش من ربنا، وده في حد ذاته برضو يعني ممكن احنا نتعامل معاهم في إطار قانون قوي جدا وينفذ بآلية أيضا كمان قوية جدا وأجهزة رقابة أشد صرامة. فأعتقد أن ده المفروض أن يكون يعني محطوط نصب الأعين في الفترة القادمة. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمود عبد الراضي، نائب رئيس قسم الحوادث بجريدة اليوم السابع. ننتقل لخبرنا الثالث، عنوانه بيقول السيسي يصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة محلب لحصر أملاك الأوقاف. تفاصيلنا بتقول إن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 300 لسنة 2016 بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وتخصص اللجنة هي متخصصة بحصر كافة أملاك هيئة الأوقاف المصرية، أراضي، مباني، مشروعات، مساهمات في شركات، يعني كل هذه الأمور، وتعظيم عوائد الاستثمارات واتخاذ اللازم لتعظيم أملاك الهيئة. ونشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، معنى ده ان هو اصبح هذا القرار بالفعل معمولا به رسميا. طيب بعد كده عندنا في عنوان انطلاق الاجتماع 24 لوزراء حوض النيل في اوغندا. انطلق النهاردة الصبح في مدينة كمبالا بأوغندا الاجتماع 24 لمجلس وزراء دول حوض النيل لمناقشة العديد من الموضوعات، منها أطلس حوض النيل الذي بيجرى إعداده لدراسة التحليل الاستراتيجي لحوض النيل وحساب الميزان المائي بدول الحوض. كانت مصر قد جمدت مشاركتها في أنشطة مبادرة حوض النيل من عام 2015 إثر التوقيع المنفرد لستة من الدول دول الحوض على مسودة الاتفاقية الإطارية التي اعترضت على بنودها، كل من مصر والسودان، مع المشاركة فقط في اجتماعات مجلس وزراء دول حوض النيل التي تعقد بشكل سنوي بهدف إثبات الموقف المصري القانوني من المبادرة ومن الخطوة الأحادية التي اتخذتها الدول بالتوقيع على مسودة الاتفاقية. طيب دلوقتي على تليفون معنا الكاتب الصحفي أستاذ عصام الشيخ المتخصص في الشؤون الإفريقية ودول حوض النيل. أستاذ عصام كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. طيب يا هانم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم، شرفتنا. اولا احنا عندنا دلوقتي هذا الاجتماع اللي بتحضره مصر بعد انقطاع من 2011، يعني بقالها خمس سنين من الانقطاع، وده طبعا بمثابة الاعتراض على هذا التصرف المنفرد من ست دول من اعضاء طبعا هذه المجموعة. كيف ترى هذه المشاركة المصرية الان بعد فترة الانقطاع يا استاذ عصام؟ خلينا نقول ان المشاركة المصرية اتخذ قرار بعد استقرار الأوضاع وتولي الرئيس السيسي مسؤولية البلاد بأن مصر تعود للمشاركة في الاجتماعات الوزارية فقط دون المشاركة في أنشطة مبادرة حوض النيل. بمعنى كان القرار بتجميد الأنشطة تماما سواء الاجتماع الوزاري أو أي أنشطة تقوم بها المبادرة. المبادرة بتقوم بالعديد من الأنشطة، من مشروعات، من ورش عمل، من مؤتمرات، من تجمعات، من احتفالات، وبالتالي مصر كانت مجمدة كل هذه الأشياء لغاية 2013 مع تولي الرئيس السيسي مسؤولية البلاد. بدأت مصر تضع سياسة جديدة في التعامل مع الملف. السياسة الجديدة تتمثل في المشاركة الرسمية في الاجتماع الوزاري، الوجود ومتابعة الأشياء مع تسجيل الموقف المصري الرافض للتوقيع المنفرد لاتفاقية أنتيبة والرافض لثلاث بنود فيها في كل اجتماع وزاري، وفي نفس الوقت خلق مجالات للتعاون الثنائي بين مصر ودول الحوض كل المنفرد. وبالتالي المشاركة السنة دي في هذا العام في الاجتماع السنوي ده تأتي متميزة لعدة أشياء. الجزء الأولاني إنها تأتي ومصر استعادت قدرتها وقوتها وتواجدها في الساحة الأفريقية، وهذا التواجد والحيويتها في القارة الأفريقية كان من الأسباب إن رئيس الوزراء نتنياهو يقوم بالزيارة إلى أربع دول من دول حوض النيل لتعزيز لمحاولة كسب أو إيجاد آليات تعاون بين إسرائيل وهذه الدول، وإن كان الهدف الأساسي هو محاولة عودة إسرائيل لعضوية الدولة المراقب في منظمة الاتحاد الأفريقي. نعم.
دي نقطة. النقطة الثانية إن المبادرة من خلال مشروعاتها المختلفة وأنشطتها طلبوا منها وزراء مياه النيل العام الماضي إعداد دراسة فنية وقانونية حول نقاط الخلاف بين بنود اتفاقية أو مدى توافق بنود اتفاقية عين تيلي أو الاتفاقية الإطارية لحوض النيل للتعاون بين حوض النيل وبين القوانين الدولية المنظمة للأنهار العابرة للحدود أو الأنهار المشتركة. هذا الاجتماع سوف يشهد نتائج الدراسة القانونية التي قامت بها المبادرة، وبالتالي كان من المهم أن مصر تروح وأن الوزير عبد العاطي يروح لحاجتين. الحاجة الأولانية أن مصر موجودة، الحاجة الثانية أن مصر تستطيع من خلال التعاون الثنائي أن تحقق نجاحات مع دول حوض النيل بغض النظر في مع تنوعها بغض النظر عن الخلاف في الاتفاقية أو نقاط الخلاف في الاتفاقية الإطارية. النقطة الثانية أن هيتم التعرض لهذه الدراسة، وبالتالي يتم تبادل وجهات النظر أو التعرف على رؤى دول المنابع في الدراسة الفنية والقانونية التي تم إعدادها، وبالتالي تستطيع أن تستوعب أو تفهم مصر عن قرب كيف يفكر الآخر أو كيف في ظل كان الغياب الفترة اللي فاتت. دي نقطة ثانية مهمة. النقطة الثالثة أن مصر تنفذ مشروعات تعاون ثنائي مع أوغندا من سنة 99 حتى وقتنا هذا. تصل حتى 3 شهور فاتوا أيضا كمان، إحنا شفنا طبعا هذا التعاون المصري الأوغندي. ما أنا أقول لحضرتك من سنة 99 عندما أعلنت أوغندا حملة لإنقاذها، حملة عالمية لإنقاذ الدولة الأوغندية من انسداد البحيرات وغرق البلاد نتيجة انتشار الحشائش المائية أو ورد النيل، وكانت مصر هي الدولة الوحيدة التي تبنت أو دعمت أو تولت مسؤولية إنقاذ هذه البحيرات الخمسة وقرى الصيادين وما إلى ذلك. وصل التعاون من 99 لغاية وقتنا هذا تخطى الدعم الفني أو المادي الفني والمادي الذي تقدمه مصر لأوغندا فوق ال 30 مليون دولار. وفي نفس الوقت مصر في هناك تعاون مع كينيا في تنفيذ أبار جوفية 200 بير اتعملوا، وفي 200 تانيين بيستعدوا للتوقيع عليهم لتوفير مياه الشرب والاحتياجات المنزلية للمجتمعات المحلية البعيدة عن البحيرات العظمى. أيضا هناك تعاون ثنائي مع تنزانيا، وهناك تعاون ثنائي مع جوبا جنوب السودان، وهناك تعاون مع بوروندي ورواندا. إذن هي القصة كلها تحركات تأتي في إطار رؤية سياسية واستراتيجية واحدة للتعاون أو لخلق عائدة الحياة أو الروح للعلاقات المصرية الأفريقية من ناحية، والعلاقات المصرية مع دول حوض النيل من ناحية. من ده نستقرئ بقى أستاذ عصام، نستقرئ أن من سنة 2011 وهذا الانقطاع لحد سنة 2013 لما مصر بدأت أنها تغير من نمط تعاملها مع دول حوض النيل، نستقرئ أن كان من الخطأ الانقطاع الكامل والتام مع هذه الدول أو التفاعل معها. زي حضرتك ما قلت حضور مصر وتفاعلها بيديها فرصة أنها تستقرئ ماذا يجري في الأروقة، ما هو موجود كيف يفكر. أيوة، وما وراء الكواليس. نعم حضرتك، زي ما حضرتك بتقولي، إنما هو كان الغياب أو الرفض كان في إطار، خلي بال حضرتك 2010 التوقيع المنفرد ده تسبب بالموقف المصري، كان نظام الحكم يختلف عن النظام الحالي. قيام ثورة يناير و30 يونيو واللعبكة، وهو ما استغلته بعض الدول في التوقيع دون، رغم أنه كان هناك اتفاقات ضمنية واتفاق بين رؤساء بعض الدول ومصر بعدم التوقيع لحين الوصول إلى حل خلافات. وأيضا استغلت بعض الدول هذا في أنها تبتدي تعمل مشروعات زي أثيوبيا دون التواصل أو الاتفاق من حيث المبدأ أو التنسيق. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا الاجتماع أيا كان نتائجه هي محاولة جادة من المؤسسة الرئاسة لإعادة الروح والحياة إلى مصر أفريقيا ومصر حوض النيل، ويبقى الدور على الأجهزة الحكومية المكلفة والقطاع الخاص والمستثمرين المكلفين بالحفاظ على الأمن القومي المائي والأمن القومي المصري بالعمل بجدية على إعادة الأنشطة المصرية والتواجد المصري الاقتصادي والزراعي والفني والباحثي. انت حضرتك عندنا
المركز القومي للبحوث المائيه مع الموارد المائيه مش فاكر بالظبط استطاع ان ينتج من ورد النيل غاز حيوي. ده موضوع اخر بقى استاذ عصام. حضرتك هتشرفنا بما ان حضرتك فتحت هذا الموضوع فده موضوع مهم قوي. هتشرفنا يا فندم بقى. هقول لحضرتك هي بس نقطه اسمحي لي بس. طيب ده سريعا بقى يا فندم. الوزير يعرض ان مستعده مصر تقدم مزيد تجارب لان تانا البحيره الاثيوبيه تعاني من ورد النيل. البحيرات الاثيوبيه تعاني من ورد النيل. نعم. الكاتب الصحفي أستاذ عصام الشيخ المتخصص في الشؤون الإفريقية ودول حوض النيل بشكرك شكرا جزيلا. نستطيع أن نستقرئ هذه السياسة السليمة لمصر من خلال هذا التحرك الإسرائيلي لدول حوض النيل. إذن إحنا ماشيين على الطريق الصحيح. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ورجع لكم مرة أخرى وسنستكمل معكم باقي الأخبار. مرة أخرى برحب بكم كل المشاهدين الكرام. هنستكمل مع بعض سريعا ما تبقى لدينا من أخبار. عندنا عنوان بيقول الزراعة بتعلن خطة تنفيذية عاجلة لإنشاء عدد من مصانع السكر لزيادة الإنتاج. تفاصيل بتقول إن قال الدكتور عبد الوهاب علام رئيس مجلس المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة قال إنه تم إعداد خطة تنفيذية عاجلة لإنشاء عدد من مصانع السكر للمساهمة في زيادة الإنتاج وتقليص الفجوة في الاستهلاك، حيث من المقرر الانتهاء من إنشاء عدد من المصانع بالصلاحية الجديدة بمحافظة الشرقية. الكلام ده هيكون سنة 2018 باستثمارات تصل ل 2.5 مليار جنيه لإنتاج نحو 250 ألف طن من السكر بالإضافة إلى عدد من المصانع في شمال الصعيد، فضلا عن تطوير بعض الشركات العاملة في هذا المجال أيضا. وأكد رئيس مجلس المحاصيل السكرية أن مركز البحوث الزراعية نجح بالفعل في إنتاج صنفين جديدين من قصب السكر لزيادة إنتاج المحصول، مشيرا إلى أن التوسع في مشروعات المصانع قصب وبنجر السكر بتوفر حوالي 4000 فرصة عمل فضلا عن التعاقد مع أكثر من 10000 مزارع لتوريد جزء من احتياجات المصانع. ننتقل لخبرنا اللي بعديه. بيقول محافظ الجيزة بيقول إن الباعة الجائلين رفضوا نقلهم لأماكن بديلة. أكد اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة رفض الباعة الجائلين المتواجدين بالشارع نقلهم إلى أي مواقع بديلة عرضتها المحافظة عليهم، مشيرا إلى أن كافة الحملات لن تردعهم إلا بتوفير حل جذري لهم. طيب، وقال الدالي كمان خلال اجتماعه النهارده مع قيادات المحافظه انه سبق وان عقد اجتماع مع عدد من الباعه لعرض مواقف المحافظه من توفير عدد من الاماكن البديله لهم، كما عرض عليهم ايضا فرض يعني فرص عمل بمصانع مدينه 9 من اكتوبر الا انهم رفضوا كافه هذه العروض المقدمه لهم. طيب، هنسمع دلوقتي من حسن عزيز عضو مجلس نقابه الباعه الجائلين. استاذ حسن مساء الخير. مساء النور على حضرتك. مساء النور. يا اهلا وسهلا بيك يا استاذ حسن. انت دلوقتي هتقول لنا ايه الفكره؟ البرنامج بتاع حضرتك اللي بينور كلام الباعة اللي تزين اللي كانت الصح. الله يخليك الله يخليك، احنا صوتكم واحنا يعني اللي هنوصل كل حاجه انتم محتاجينها، بس عايزين نسمع منكم بقى استاذ حسن، هي انتوا ليه رافضين ان انتوا تتنقلوا للاماكن البديله؟ يعني اشرح لنا كده. احنا رافضين حضرتك بس المكان يكون ملائم، لان دلوقتي على مترتنا المكان يكون ملائم. معلش انا مش سامعاك كويس، الصوت مش مظبوط يا جماعه، انا مش سامعه كويس. بتقول ان الاماكن مش ملائمه. أنا دلوقتي عضو منتدى في الجمعية للبائعين نقابة البائعين الجائلين بالقاهرة رقم 7، وكيف البائعين الجائلين بأرض الترجمان بمحافظة القاهرة برضه. لغاية ما تسلم من 26 وجدت البلد وحطينا في المكان ده مكان غير ملائم للبائع المتجول إطلاقا. يعني البائع المتجول لازم يتألم له مكان كويس ياخد منه عيش يفتح بيته، حتى لو بإيجار رمزي يستنفع بيها كل محافظة يبقى داخل برضه جاي من البلد. طيب التجربه بقى اللي احنا شاهدناها مع بعض كلنا استاذ حسن، سوق الترجمان والناس اللي اتنقلت، انتوا بتتواصلوا معاهم؟ عارفين الامور عامله معاهم دلوقتي ازاي؟ انا حضرتك واحد منهم، انا الشيخ بتاعهم. حضرتك واحد منهم بالفعل. الحمد لله العلي العظيم، من شهر 8/2014 احنا ما دخلنا سنين جوه، ومع ذلك ممكن نبعد عن المكان اللي احنا كنا فيه حوالي 300 متر.
بس مكان مدفون حضرتك الدوله، يعني لا استحاله ان الزميل اللي كنت فيه. فهنا انا ممكن كويس وفي ترويج في انشره في ناس داخلاني في يعني المكان الزميل اللي كنت فيه. طب معلش حاج حسن، يعني انتوا بس انا عايز استفسر عن حاجه بس يا حاج حسن. كان بيتاخد منه بضاعته وبيتبهدل بيقدر كرامه البائع متجاوز 70 حضرتك. طب انتوا لما كنتوا بتبقوا موجودين في وسط البلد مثلا او في الاماكن قدام المحلات اللي مأجره ودافعه دم قلبها علشان تاخد هذا المحل، كانوا بيجركوا ناس يشتروا منكوا؟ يعني كانت الحياه ماشيه معاكوا بيع وشراء يعني؟ يعني احنا عايزين نعرف المشكله فين بالظبط، ولا هم الناس ما يعرفوش اماكنكم؟ انا بقى في وسط البلد النهارده بقى 40 سنه. اصحاب المحلات غدوا عليا وخدت عليهم وكده يعني، بس اصبح دلوقتي المكنوز طبعا. انا اتعلمت على الدنيا اعمل ايه؟ طيب على العموم انا لان انا مش سامعاك كويس. انا مش سامعه كويس. طيب استاذ حسن عزيز عضو مجلس نقابه الباعة الجائلين، يمكن من اللي انا فهمته من كلامه ان هذه الاماكن اللي بيتم ترحيلهم ليها الناس ما بتروحش، يعني الناس يمكن مش عارفه الطريق، رجليها مش واخده على هناك. فاللي احنا نقدر نعمله احنا كوسائل اعلام ان احنا نروج لهذه الاماكن، نقول يا جماعه ان في سوق اسمه سوق الترجمان، في سوق تاني هيتنقل ليه الباعه الجائلين اللي هي الناس بيتهيأ لها انهم بيبيعوا باسعار ارخص من المحلات، موجودين في الاماكن الفلانيه كذا وكذا وكذا. والله احنا ممكن نقدر نعمل ده، لكن ان احنا نعطل نهر الشارع وان احنا نقفل الشوارع و لا عربيات قادرة تعدي ولا ناس فاتحين محلات وبيدفعوا إيجار بالفعل قد كده علشان يبيعوا ويشتروا، حضرتك جاي تاخد الرصيف مجانا وتفرد فيه بضاعتك، طبعا منظر ما يرضيش أي حد. لكن اللي احنا نقدر نعمله كتحرك إيجابي إن احنا نحث المواطنين على إن الباعة الجائلين دول بقى لهم مكان، كلهم موجودين بربطة المعلم كده في المكان الفلاني، روحوا لهم زي ما بتروحوا هنا وبتروحوا هنا، خطوة بسنة 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 إن شاء الله هتقدروا تسترجعوا مرة أخرى كل المكتسبات اللي انتوا بتحصلوا عليها. طيب بعد كده عندنا مشاهدينا الكرام خبر بيقول إنشاء شركة لتطوير مدينة إيروبيكي برأس مال 200 مليون جنيه. طبعا كنا سمعنا عن مدينة إيروبيكي طبعا لإنتاج الجلود والمصانع الجلدية وما إلى ذلك. الخبر تفاصيله بتقول إن أكد المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة أن الفترة القادمة سيتم إنشاء شركة لإدارة وتطوير مشروع إيروبيكي من قبل عدة جهات، هي وزارة التجارة والصناعة وبنك الاستثمار وأيضا كمان محافظة القاهرة. أضاف الوزير خلال الجولة التنفيذية أو التفقدية التي قام بها بمنطقة إيروبيكي النهاردة إن دور الشركة هي إدارة المدينة وتجهيز الماكينات والآلات، وسيكون ليها مجلس إدارة من عدة جهات برأس مال حيوصل ل 200 مليون جنيه، وستصل أيضا كمان إلى 4 مليارات جنيه. إذن ده هيكون بداية رأس مال لهذه الشركة. ولفت أيضا إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة للشركات الاستثمارية الأجنبية للإنتاج في مصر بقطاع الجلود وعمل قيمة مضافة للمنتج المصري بدلا من تصديره بصورته الأولية. حلم كنا بنعمله زمان، عايزين نرجع مرة أخرى لهذه الصدارة المصرية في إنتاج الجلود، صنع في مصر، كلمة نفخر بيها وكلمة أيضا بتغطينا بتكسينا بتسترنا، صنع في مصر ما أحلاها من جملة، هي إن شاء الله هنرجع مرة أخرى نستقرئها في كل منتج يوصل لإيدينا. بعد كده عندنا في عمليات تتبع حوت مارينا تنتهي غدا وغرفة تلقي البلاغات مستمرة. امبارح اتكلمنا باستفاضة عن هذه الظاهرة، ظهور الحيتان في الشواطئ المصرية، المناطق الساحلية، المناطق السياحية، كل الحاجات دي اتكلمنا فيها وقلنا ان معظم البلاغات ومعظم الاخبار اللي بتجينا على الفيسبوك دي كلها حاجات مش حقيقية، وان الحقيقي هو حوت مارينا فقط. وخبرنا بقى دلوقتي بيقول ان اكد المهندس محمد عيسوي مدير محميات المنطقة الشمالية ان عمليات تتبع ورصد حوت مارينا تنتهي النهاردة الخميس او صباح بكرة الجمعة ان شاء الله على اقصى تقدير يعني،
وأضاف عيسى أن غرفة العمليات للوزارة وغرفة عمليات محميات المنطقة الشمالية ستتواصلان لتلقي البلاغات الجادة والموثوقة. وأشار مدير محميات المنطقة الشمالية إلى أنه من المتوقع نفوق الحوت أو توجهه الأعلى البحار، موضحا أن نفوقه من الاحتمالات الواردة ويمكن حدوثها في أي وقت، وحال حدوث ذلك فإن الوزارة لديها معداتها التي تستطيع من خلالها أخذ عينات من جسده وتحليلها للتعرف على أسباب نفوقه. ونشد عيسوي المواطنين المشاركة الإيجابية في عملية رصد الحوت بالإبلاغ الفوري عقب المشاهدة بالخط الساخن لخدمة المواطنين. الخط الساخن رقمه هو 19808 19808، هنكتبه وهيبقى عندكم في البار نيوز، عندنا خط الاخبار اللي هيبقى في اخر الشاشه. ومره ثالثه بقولها لكم، الرقم الخط الساخن 19808، البلاغات الموثوقه، البلاغات الحقيقيه. ارجوكم مفيش تلاعب في حاجه زي دي، ارجوكم حرام عليكم وكفايه بجد كل هذه الاشاعات. إرسال إحداثيات موقع رصد الحوت أيضا كمان على خرائط جوجل وإرسالها في رسالة خاصة على الصفحة الرسمية لوزارة البيئة. معلومة لكل اللي ما سمعناش امبارح، إن هذه الحيتان مشاهدينا الكرام على الرغم من اسمها اللي بيصيبنا بالهلع، هذه الحيتان غير ضارة وهي لا تستهدف الإنسان خالص، وإنها موجودة هنا بس بطريق الخطأ لأنها فلتت من السرب بتاعها خلال الهجرة بتاعتها للبحث عن الغذاء بتاعها، ولكنها بوجودها في هذه الشواطئ هي غير مضرة ولا تستهدف الإنسان. وإذا يعني سمعنا عن إن في حد الحوت أكل رجله أو دي كلها أحاديث باطلة ما حصلش، وما فيش داعي أبدا للتخوف والهلع الرهيب. لما ترصد حوت ولا اي حاجه ابلغ على الخط الساخن اللي هو 19808. خبرنا الاخير هو بمثابه يعني تنويه لكل طبعا المناطق اللي هنخاطبها دلوقتي. عندنا انقطاع المياه لمده 12 ساعه عن اربع مناطق بمصر الجديده بكره ان شاء الله. أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن أربعة مناطق، وهي شارع المنتزة وفريد سميكة وجسر السويس وعبد العزيز فهمي والمعروفة باسم منطقة جامع الفتح. الكلام ده هيكون لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا بكرة الجمعة وحتى الساعة الرابعة فجرا، نظرا لأعمال تحويلات مترو الأنفاق بمنطقة مصر الجديدة. يا ريت أصواتنا توصل للناس اللي موجودة في مدينة في مصر الجديدة، وإن شاء الله يكونوا يعني ياخدوا احتياطاتهم اللازمة. طلبت الشركة في بيان المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة في هذه المناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي. في حالة الاحتياج لأي حاجة متعلقة بمياه الشرب وما إلى ذلك يرجى الاتصال بهذا الرقم، هو خط ساخن 125 من التليفون الأرضي. 12 ساعة إن شاء الله، مش هتطول عن كده بمشيئة الله لحين إجراء عمليات التحويل المتخصصة أو الخاصة بمترو الأنفاق وتعود المياه إلى مجاريها مرة أخرى. دي كل أخبارنا النهاردة مشاهدينا الكرام، استعرضناها طبعا على حضراتكم. وبعد الفاصل عندنا موضوعين، عندنا أول حاجة هنتكلم عن تطوير وحماية نهر النيل وأيضا إزالة التعديات على هذا النهر، أشياء كثيرة جدا هنتكلم فيها مع ضيفنا الكريم اللي هينورنا في الاستوديو إن شاء الله بعد الفاصل. وبعد هذا الموضوع هنتكلم أو هنعود مرة أخرى لفقرتنا الدافئة، الفقرة الأسرية الكبيرة، الأسرة الممتدة عندنا في الريف المصري. هنتحدث مع كبير هذه الأسرة، كبير البلد، كبير القرية، عمدة القرية وما إلى ذلك. ده إن شاء الله هيكون ضيفنا النهاردة الحاجة حنفي جاد، قرية كفر عليم، إن شاء الله هيكون منورنا في الاستوديو، ولكن طبعا بعد الفقرة الأولى اللي هتأتينا بعد هذا الفاصل القصير. ونعود إليكم مرة ثانية.